بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ النهاردة نكمل دروس الكوماند لاين. تمام، هنبدأ على طول. هنفتح الجيت باش، هنعمل ميك دايركتري تيستنج زي كل مرة. تمام، هعمل سي دي وبعد كده أدخل داخل تيستنج. دخلنا داخل التيستنج، هنعمل تاتش ونعمل test dot text ونعمل أي files doc dot text ونعمل get dot text. تمام، ال s أنا كده عندي 3 files داخل ال التستنج بتاع الفولدر اللي اسمه تستنج. طيب النهارده هناخد ايه؟ النهارده هناخد ازاي اعمل لوب. يعني ايه ازاي اعمل لوب؟ ازاي اعمل زي ايه كده امر يبتدي يعدل لي في كل الفايلز دي مره واحده، يخلص واحد وبعد كده يخش على التاني وبعد كده يخش على التالت. تمام، الامر ده اسمه لوب. الامر ده او الوضع ده اسمه لوب، ان انا بنفذ امر على عده فايلات موجوده او عده اماكن موجوده. تمام، قبل ما اخد اللوب انا محتاج اعرف حاجه اسمها ايه، اسمها الفاريبلز بتاعتي، الفاريبلز بتاعت الجد. تمام، طيب احنا كنا خدنا قبل كده امر اسمه ايكو. ايكو تمام، ايكو ده بيطبع لي على داخل الجيت، يعني داخل شاشة الجيت دي بيطبع لي حاجة. ماشي، انا دلوقتي عندي environment variables، يعني variables خاصة بالبيئة بتاعت الجيت. زي ايه مثلا؟ زي وال variables بتاعتي على طول قبلها dollar sign. يعني اول ما بشوف كلمة او الرمز بتاع الدولار ساين بعرف ان اللي بعديه ده عبارة عن ايه، variable. تمام، ال variable ده ممكن انا اللي بحطه وممكن يكون خاص بال environment. خاص بال environment زي ايه؟ زي مثلا ال column، يعني عدد الاعمدة اللي هي موجودة في الشاشة بتاعتي كام عمود؟ 80. ال rows، ال echo مش الروز بقى، اللاينز السطور اللي موجودة في الكوماند لاين بتاعي، وهكذا. كل ديت environment ايه، variables. ماشي، طيب انا عايز اعمل variable، عايز ادفاين variable جديد. بعمل ايه؟ بحط variable. يعني انا مثلا عايز احط x بتساوي 15 مثلا، وعملت انتر، عملت اكس بتساوي كام؟ 15، وضغطت انتر، اصبحت اكس دي عندي هنا متغير قيمته 15. انا عايز اضغط قيمة الاكس، هعمل ايكو ومنساش الدولار ساين وبعد كده احط الاكس واجي اعمل انتر، طبع لي قيمتها اللي هي كام؟ 15. تمام، يبقى انا لو انا عايز اعمل ديفاين او اعرف فاريبل جديد بعمل ايه؟ بعمل اسم الفاريبل ايكوال ساين اللي هي يساوي وبعد كده القيمة بتاعته. تمام، خلاص كده عرفنا يعني ايه variable. نخش بقى على اللوب. انا دلوقتي كان عندي 3 files doc و get و test. تمام كده، انا عايز امر اكتبه مرة واحدة والامر ده يتنفذ بالترتيب كده على الايه، على الثلاثة files دول. تمام، انا هعمل حاجة اسمها for loop. فور لوب، الفور لوب ديت هتبتدي لوب جوه الفولدر بتاعي وتنفذ. هقول له فور اف، اف ده اسم اللي هو الفاريبل بتاعي. انا كنت من شويه بقول ايه، الفاريبل ايكوال كذا، انا هسمي الفاريبل اف. ممكن اسميه سي، ممكن اسميه جي، ممكن اسميه فايل، ممكن اسميه زي ما انا عايز، فانا هسميه اف. فور اف. تمام، ان
ان ايه، عايز كل الفايلز بتاعتي اللي هي دوت تكست، تمام كده ماشي. يبقى الامر ده ناخده واحده واحده، فور اف اللي هو الفاريبل ان حطيت ستار وبعد كده دوت تكست، يعني ايه؟ يعني مره هيسموهولي دوك دوت تكست، ومره هيسموهولي الاف دي هتساوي دوك دوت تكست، وبعد كده خلص، بعد كده الاف هتساوي جيت دوت تكست، وبعد كده الاف دي هتبقى تساوي تست دوت تكست، وهكذا. حط الفاصله المنقوطه اللي هي السيمي كولون، وبعد كده عايزه يعمل ايه؟ اقول له دو. دو ايه؟ عايز مثلا اكتب جواهم الثلاثه، هيفتح لي واحد واحد ورا بعض كده، هعمل نانو الامر اللي هو بتاع نانو. عايز استدعي بقى الايه؟ الاف. هنا بستدعيه ازاي؟ لازم احط دولار ساين وبعد كده اف، ماشي. انا هنا عملت له ايه؟ اساينمنت، تمام. انا عملت له خلاص اساينمنت، يعني ايه؟ اديت له القيمه بتاعته اللي هي ايه؟ الفايل الدوت تكست. هنا انا عايز انفذ امر عليه، فلازم اما باجي استدعيه اعمل ايه؟ احط الدولار ساين، وما انساش احط السيمي كولون، وفي الاخر بكتب كلمه دن واضغط انتر. هنشوف ايه اللي هيحصل. فتح لي الدوت دوت تكست، تمام كده. هكتب فيه اهو هلو دوك، تمام. هعمل كنترول اس كنترول اكس سيف. فتح لي بعد كده اول ما طلعت على طول فتح لي الجيت دوت تكست. هعمل هلو اهو هلو جيت، هعمل كنترول اس كنترول اكس. اول ما اعمل كنترول اكس هيفتح لي الملف التالت اللي هو تيست دوت تكست، هعمل هلو تمام وتست، واجي اعمل اس واكس كده خلص. يبقى هو عمل ايه؟ فتح لي الدوك وبعد كده الجيت وبعد كده التست، عمل لوب داخل الفولدر بتاعي وفتح لي كل الفايلز الدوت تكست. تعالوا كده نعمل فور لوب تاني، اسف، فور اف ان دوت تكست سيمي كولون. المرة دي عايز اقرا، عايز اقراهم، هعمل ايه؟ كات وهعمل دولار ساين اف واكتب دن، اسف دن، تمام. هيعمل ايه؟ هيعمل لي اساينمنت للاف اول فايل اللي هو الدوك، بعد كده يفتحه ويقراه، بعد كده يخلي الاف دي تاني فايل اللي هو الجيت، وبعد كده يفتحه ويقراه، بعد كده التست، وبعد كده يفتحه ويقرا. اول ما هضغط انتر هيفتح لي اهو الثلاث فايلز، فتحوا كده ورا بعض وقرا، خلاص. يبقى انا الفور لوب ديت بتعمل ايه؟ بتتريد داخل الفولدر بتاعي وبتنفذ لي امر على مجموعه من الفايلز، تمام. ديت الفور لوب بتاعتي. طيب انا بعد كده عندي ايه؟ هعمل كنترول ال، عندي كوماند اسمه الياس. طب الياس ده بيعمل ايه؟ الياس ده بيخليني اعمل الكوماند على مزاجي. يعني ايه كوماند على مزاجي؟ يعني انا مثلا كان عندي خدت قبل كده كوماند اسمه ls داش a، تمام كده. ls داش a اللي هو كان بيعمل ايه؟ هنجربه الاول كده، نلغي ده كله ونعمل ls داش ايه. هعمل ايه؟ هيجيب لي كل ال hidden. هو دلوقتي ما عنديش hidden، فانا هعمل ls. كان عندي كوماند تاني اسمه داش ال، داش ال اللي هو بيجيب لي ايه؟ بيجيب لي details، تمام. طيب انا بدل ما اكتب ls داش ال، انا عايز اسمي الكوماند ده حاجة كله على بعضه كده، حاجة على مزاجي انا اشتغل. فانا هعمل alias، تمام، واحط الكوماند بتاعي الاسم اللي انا عايزه. ايه الاسم اللي انا عايزه؟ اسميه مثلا details det، تمام، equal ls dash l، تمام. بس احطهم كده، احاول احطهم في اقواس، خلاص.
انا كده همسك الكوماند اللي هو بتاع الجيت اصلا الاساسي اللي هو ls داش ال ده، هسيف القيمه بتاعته داخل فاريبل جديد اسمه ديت، تمام، هعمل انتر خلاص كده. انا لما اجي اكتب كلمه ديت هو اصبح فهم ان ديت ديت عباره عن ايه، عن كوماند جديد اختصار ل ls داش ال، هعمل انتر اهو عمل لي نفس الوضع، تمام. نتأكد من الكلام ده، انا هكتب مثلا اي كوماند كده بي بي مثلا وهعمل انتر، هيقول لي بي بي ديت ايه، نوت ساوند، تمام. تعالوا نعمله الياس كده، الياس وهعمل بي بي ديت واخليها ايكوال لكوماند عندي موجود، زي ايه مثلا، زي ls dash a، تمام، هعمل انتر، هنكتبه بي بي بقى دلوقتي بي بي، وهعمل انتر. اللي حصل جاب لي كل الفايلز بتاعتي زائد الهيدر، يبقى هو خد الكوماند ده خزنه داخل البي بي. بس خلي بالي في حاجه، الياس ده الامر بتاع الياس ده بيسيف لي الكوماند ده طول ما انا فاتح الجيت باش بتاعتي، الويندو بتاعتي. اول ما بقفل الويندو بتاعتي بعمل ايه، خلاص كل حاجه كانت متسيفه داخل الالياس دي بتنتهي، تمام. يعني ايه، خلاص ما فيش، ملهاش وجود تاني. هبتدي ارجع انا اعمل لها الياس تاني، يا اما بعد كده، يعني بعد كده هعرف ازاي اخليها ثابته عندي، تمام. طيب.